مرحبا. بحلقتنا اليوم رح نتعلم نعمل بوبي او ماريونات نحن منتحكم فيها ومنحركها بايدنا، بس اكيد عليكم انتو تحكوا عنا لحتى يطلع صوتها للبوبي. البوبي او الماريونات مصنوعة من مواد كتير متوفر عندكم وكتير سهل انه تحصلوا عليه. رح تحتاجوا لتعملوا ماريونات مثل يلي انا حملتها لورق. انا هون اخترت مجموعة ورق ملون، فيكن تستعينوا بورق ابيض وانتو تلونوه حسب الالوان يلي انتو بدكن اياها، مقص، غرق او تلزيق ورق، واهم شيء كيس ورق. اكيد يمكن بتكونوا حاطين بقلبن غراض، لما تخلصوا من الغراض فيكن تستعملوا كيس الورق. انا هون استعنت برافيا او خيطان او ربا. رح نبلش ونشوف كيف ممكن نعمل بوبي او ماريونات مثل يلي عندي اياها. حطها على جنب. رح اخد اول كيس. بذكر انه كيس الورق فيه يكون من الوان متعددة حسب انتو اللون يلي بتختاروه لتعملوا منه الماريونات. رح جيب ورقة، هيلا ورقة جعلكة، ودخلها بقلب الكيس تقريبا على اخر الكيس. رح زم الكيس بهيدا الطريقة وجيب الخيط واعقد الخيط بهالشكل. عقدت الخيط مرتين صار عندي شكل البوبي او الماريونات، راسها وجسمها. رح ابرمها واطوي الكيس. رح تلاحظوا انه الكيس الورق كتير هين انه تلزقوه، بس اكيد كنت تنطروا وقت كتير قليل لحتى ينشف. لكن صار عندي شكل راس البوبي او الماريونات. حتى اقدر ادخل ايدي وطلع اصابيعي رح فرغ على الاطراف شكل دويرات صغار. اول ميلة والثانية ميلة. بتأكد انه فينا ندخل اصابيعي. رح انتقل لتزيين شكل الوجه والجسم. رح قص شكل العينين دويرتين بنفس الحجم. رح قص شكل التم يكون لزقت العينين والتم. يبقى عندي اعمل شكل الشعرات. انا طويت الورقة 2. بذكر انه اذا بتلاقوا صعوبة انه تقصوا قبل ما ترسموا بكون احسن اذا بتحددوا الشكل قبل ما تقصوا. بس انا هون لانه معودة قص دغري الورقة عم قصها من دون ما حدد شكل الرسمة من قبل. عملت شكل شعراتها للبوبي او للماريونات. لزقن على راسها بهيدي الطريقة.
الشكل 2 بابيون لحطلها هني على شعراتها، وبيبقى عندي حضر لها زرار لتيابة، رح اختار لون تاني، طويت الورقة عدة مرات حتى احصل على نفس حجم الزرار. رح لزقهم على الفستان هيك، بكون صار عندي شكل ماريونات جاهزة. رح اعمل شكل تاني لماريونات، رح احطها هون حدة لحتى تنشف كمان نفس الطريقة. رجع لك الورقة بالشريطة، هعمل عقدة برجع بقص مطرح الإيد، مطرح يلي بدي طلع شكل الإيد. زين الشعرات بهيدي الطريقة، كمان رح اعمل له عيون. هلا رح اعمل صبي، هيك بكون صار عندي بنت وصبي. كان لزقت العيون بهيدا الشكل، عم قص له شكل كرافات لحتى لبسه اياها. رح زين الكرافات بلون ازرق، رح جرب الماريونات اللي عملتها. اول ماريونات والثانية، وهيك صار فيني اعمل مسرحية لاصدقائي واخواتي بشخصيات انا اخترعتهم وانا صنعتهم بنفسي. هيدا كان بريكولاجنا لليوم، ما تنسوا تنطروني بالحلقة الجاية لتتعلموا فكرة جديدة وبريكولاج كتير جديد. ما تنسوا تنطروني. باي باي.